محمد سم، لما جاءك خبر اكتمال المرحلة الأولى من الوقف، ايش كان شعورك؟ والله شوف، شعور جميل لأني أنا من أكثر الناس اطلاعاً على برامج جمعية رفاق. يا سلام. وهي من الجمعيات الرائدة عندنا في حايل، وأعتقد أنها تتجاوز لتكون من الجمعيات الرائدة في المملكة العربية السعودية لعدة اعتبارات، من أهمها العمل المؤسسي اللي قاعدين يسيرون عليه، الثمرات اللي قاعدين نشوفها على أرض الواقع. أنا قابل كثير من مستفيدي الجمعية الحمد لله بخير، ويعيشون على الكثير من يعني الأمور اللي يقدمونها أهل الخير وأهل الإحسان، وهذا أمر صراحة يخليني مبسوط وسعيد. فبتسألني عن شعوري، أنا شعوري ما أقدر أوصفه بصراحة. يا سلام. ودائما أنا عند سمو أمير المنطقة يشيد بهالجمعية، ويتمنى كذلك أنه الجمعيات تسير على خطى جمعية رفاق. فبتسألني عن الشعور، تبغاني أترجم ما في داخلي، أنا أعتقد أني ما أقدر أترجم. لا، الترجمة كلها عند أبو صالح، ما في مشكلة. صالح كل الترجمة عنده. لكن خلاص يعني أنتم عطيتوه هذا. أبو أخوي محمد سم. لما تبرع سمو الأمير دمعت عيناك، ليه؟ هذا كان، أنا قدمت احتفالين لجائزة التميز السنوي اللي يقدمونه جمعية رفاق للأبناء الأيتام. ففي أتوقع الحفل الأول إذا ما خاب ظني، حاتم أنت كنت معنا الحفل الأول. هو طيب، كنت أقدم مع زميلي بندر الغيثي، منشد معروف بندر، أمسيه بالخير طبعا. أعتقد أني أنا دمعت عيني بسبب كان قبل الفقرة اللي أنا طلعت فيها أحد الأمهات في اتصال صوتي تتكلم وتقول لهم وش قد كانت ثمار التبرعات اللي وصلت للجمعية وانعكاسها على ولدها اللي اليوم ما شاء الله يحقق الكثير من الإنجازات. فلما طلعت أنا بعد الاتصال يعني أثر فيني موضوع صوتها وفخرها بولدها، وكنت أفكر وش قد الإحسان إلى مثل هالجمعيات يعني ينعكس إيجاباً وأثره على الأمهات. يا سلام. فما قدرت أتمالك نفسي، حتى كان الموقف بعدين كنت أقول بندر، أنا لما تكلمت يعني خنقتني العبرة فما قدرت أكمل، قلت بندر عندك كمل، قال لا أنت كمل، نكبني ورطك. أي ورطني، فهلت الدموع وداعبت الدموع الجفون، والحمد لله. يعني حتى سمو أمير المنطقة تفاعل، وأذكر أنه سأل سؤال قال كم عدد سكان المنطقة، فأجاب عليه حمود الرضيمان، قال 700,000، قال هذه 700,000 ريال جمعية رفاق. الله. فلعل سمو الأمير أيضا بادر بهذا التبرع السخي منه، وهذا غير صراحة مستغرب. نعم. لمثل الجمعيات الموثوقة اللي قاعد تقدم عمل مؤسسي ومحوكم، أعتقد أنه هذا أمر مرة عظيم. أقول الله يبيض وجهك. آمين. مع أنك طخخ كذا يا حبيبي. الله يبيض وجهك. الله. أنا بس بقول شغلة، إحنا أعتقد أنه في بداية هذا اليوم الرواتب استقرت في حساباتنا، وأنا أعتقد أنه الواحد إذا يبغى ماله يتبارك يتبرع، وبما يعني من المال اللي يحب، يعني هذا أمر والله بيجده مبارك وبيجده أضعاف إن شاء الله في حسابه في نهاية الشهر. شوف يا قلبي، شوف الله يسعدك يا حبيبي، عشان تكون في الصورة بس. سم. لما بدأنا في الوقف كان الحساب فيه صفر، وقبل كم يوم فرحنا باكتمال 25 مليون. ما شاء الله. هل تتوقع أن 25 مليون هذه جت عبث؟ لا لا، جت ممن يريد التجارة مع الله عز وجل. صحيح. وهذه من أجمل الميز. لكن السؤال اللي يطرح نفسه وأنا بسأله أبو فهد، أبو فهد أنا تبرعت وهذا تبرع والثاني تبرع وسمو الأمير تبرع، ما بتروح تبرعاتنا؟ مش متسوون بها؟ علمونا، خلونا نصير على بينة. أبشر، حنا زي ما عودنا الجميع، رفاق كتاب مفتوح للكل. صحيح. إيراداتنا مصروفاتنا كلها تنشر بالموقع الخاص بالجمعية، وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية. ولكن في سؤال عامة الناس دائما يسألون، أنا تبرعت، هل الجمعية يأخذون منه؟ هل تبرع يروح كامل لليتيم؟ يمكن الجمعية تأخذ منه تصرف منه؟ الجمعية
مثل أي منظومة على مستوى هذه الأرض، ما تقوم إلا بعاملين، والعاملين ما يقومون إلا برواتب، ولا تقدر تشتغل بدون كهرب، ولا تقدر تشتغل بدون بنزين للسيارات اللي تودي الأيتام وتجي، ولا تقدر تشتغل بدون رسوم تشغيلية. فعشان نوجد هذا الحل اتجهنا إلى الأوقاف الاستثمارية. الأوقاف الاستثمارية هي العائد والرافد للجمعيات، سواء رفاق أو غير رفاق. فأنا عشان أستمر ما أقول للناس تبرعوا وتبرعوا وتبرعوا وتبرعوا، لازم يكون عندي عائد استثماري ثابت. يا سلام. فالأوقاف هذه هي العوائد الاستثمارية الثابتة لنا، اللي نقدر حنا نأخذ منه ونصرف، سواء على رواتب الموظفين أو سواء على مصاريف التشغيلية أو سواء على الباصات اللي تنقل الأيتام من وإلى. فمصارف أموالك في حال كان مثلا مال كفالة، اعرف أنه مالك كاملا يصل إلى اليتيم. لا حاتم ولا فلان ولا علان يأخذ منه هللة واحدة ولا جزء من هللة، مالك كله كامل يروح. إذا حطيت تبرعك في وقف، اعلم أن مالك وقف، سواء في العمارة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فهو وقف، ما حد يقدر، ما يحق لأي أحد يقتص منه هللة. إذا حطيت تبرعك في مثلا رحلات العمرة، فتبرعك لن يروح إلا للعمرة، ما رح نأخذ منه شيء. جميل. فهنا دخلنا في فكرة الأوقاف الاستثمارية، أنه لازم يكون عندي عائد غير مقيد عشان أقدر أصرف. فالمشاريع الاستثمارية، الأوقاف الاستثمارية، الأوقاف التجارية هي الرافد الأساس لتحرك الجمعية. فأنا عشان أبدأ أشتغل صح وأنمي تبرعك، أنت الحين جيت تبرعت بخمسين ألف، أنا أقول لك ترى تبرعك مو خمسين ألف، قد يصل إلى 500 ألف. شلون؟ العائد المالي حقه. فأنا لما أروح أدخل في مشروع عائد مالي 20% 25% سنويا، فأنت ينمو تبرعك كل سنة 25%. تبرعك أنت مو جميل. تبرع يعني واضح. مو فلوس يعني واضح. أنت ما تدخل الكلام هو لأنه موضوع الشفافية أنا أشوفه عالي جدا في الجمعية، بدليل اليوم الصباح أنا طلعت على تغريدة عن المسير لهذا الشهر، وين راحت التبرعات للأيتام من مصروف دراسي من غيره. وأنا خلني أمون على الجمعية أنا، وأدعو الجميع إذا زاروا حايل، خصم على الأجواء الزينة، ترى حايل الحين زخات مطر ما شاء الله والأمور زينة. ستير فيه مطر والله، ستير أقرب لهم يعني. الله لا بس أبي إذا زاروا حايل ضروري جدا يعني أنا أدعوهم لزيارة الجمعية ومشاهدة الجهود اللي يقومون فيها الأعضاء في الجمعية. أنت كل هدفك إني بوريكم الجهود اللي تبذل صح. من خلال الجمعية ولا صحيح. لا؟ صحيح. إحنا ما نوريكم، إحنا بنسمعكم الحين. يا خلنا نسمع. إحنا بنسمعكم بعض الجهود التي تبذل من الجمعية. السلام عليكم. معنا أم عبد الإله. السلام عليكم. يا هلا، عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيها. الله يحييك ويبقيك. الله يسعدك أم عبد الإله. أم عبد الإله، هلا. الشباب قاعدين يتكلمون عن جمعية رفاق وكيف الأموال تروح وتجي، قلنا لهم لا، احنا بنسمعكم الآن أم عبد الإله وش الأشياء اللي استفادتها من الجمعية، علمينا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول شيء نشكركم على تحت الفرصة لنا لنعبر عن شعورنا والشكر لجمعية رفاق التي كانت لنا العون والداعم بعد الله سبحانه وتعالى. قدمت لنا رفاق المساعدة والعون في تسديد الإيجار والكهرب، وأيضا الدعم الغذائي والمادي، وأيضا أنساهم من دعائنا وجهود، جزاهم الله ألف خير إن شاء الله. الحمد لله، يا رب لك الحمد. أم عبد الإله، ألا أول عمرة كانت لك عن طريق جمعية رفاق، وش كانت مشاعرك؟ وش الشيء اللي حسيتي فيه؟ علمينا فرحينا كذا. والله صراحة الشعور لا يوصف. يا سلام. وخصوصا أنها كانت العمرة في شهر رمضان، شهر الخير والبركة. يا سلام. وكانت من أجمل الرحلات التي مرت علينا أنا وسواء وعيالي وبناتي، وخصوصا أنها كانت برمضان. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله كانت الرحلة ميسرة ومريحة من بداية انطلاقها من حايل إلى مكة، ولا الحمد من بداية ما وصلنا كل شيء مرتب ومهيأ منظم على أحسن ما يكون. استقبلونا عاد رفاق ما شاء الله، أول ما يستقبلونا بهدايهم المميزة. ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله. طيب أنت عرفنا اللي مبسوطة، وذا عيالك وش قدموا لهم؟
والله عيالي ما شاء الله يكفي انهم معي ورايحين الى احلى مكان، الى مكه المكرمه. يا سلام. اي والله. وايش كان شعور العيال اذا تذكرينه؟ ما شاء الله بنفس الرحله، انه جمعت الباصات والاهل مع بعض، نفس روحتنا مع بعض، نزلتنا مع بعض، ونفس الشقق. طيب غير العمره وش جاهم العيال؟ اسم؟ غير العمره في بيتهم، في مدرستهم، في حياتهم. أيوة والله الحمد لله هم بنوادي يروحون بعد المدرسه، عندهم نادي بعد المدرسه وترفيهي تعليمي والحمد لله. يا سلام. انا ابغى تقولين للي يسمعون الان من جمهورنا الكريم، وش الكلمه اللي توجهينها لهم؟ والله اشكر نادي رفاق، شكر كلمة شكر بنادي رفاق ما يوفيهم حقهم، لأنهم سبحان الله بعد الداعم، بعد وفاة أبوهم الله يرحمه، هم الداعم الوحيد لي ولأولادي. أقول الله يسعد سمع الله. سواء تعليم أو تربيه أو وازع ديني اللي هو حفظ الآيات من كتاب الله، حتى عزز ثقتهم بأنفسهم. الله يبيض وجهك أم عبد الله. يقولون جمال الحديث ومنتهاه نسمعه من أم عبد الله. الله يسعدك يا عبد الله ويبارك فيك ويوفقك ويخلي لك عيالك ويرزق برهم ويجعلهم قرة عين لك وجميع أبناء المسلمين. هذا جانب من الأشياء اللي تقدمها رفاق لي يعني الناس في حائل. أعتقد إذا أنت ما أنت بشريك فيه أعتقد أنك خسران. أعطونا الراجح يا جماعة خير طريقة التبرع فيه. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفل اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. ما شاء الله تبارك الله، يعني فرصة أمامكم الآن، انطلقوا مع الله عز وجل.